السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان القحطاني من موقع تقبل الحدود. طبعا إحنا فيها جناح الخاص بالسامسونج، الجناح اللي يستعرض فيه عدد من الأجهزة الجديدة المقدمة من شركة سامسونج. طبعا من أبرزها واللي أهمها هو السامسونج جالكسي S5. طبعا هذا اللون الأسود، اللون اللي حبيته بشكل كبير مقارنة بالألوان الثانية. طبعا هي مسألة أذواق لا أكثر ولا أقل. عموما أبي أوضح كذا شغلة ونبغى نشوف إيش هو المواصفات الحقيقية. طبعا أول شيء إنه الجهاز اللي أمامكم راح يكون متوفر بمعالجين، الأول سناب دراجون 800 2.5 جيجا هرتز. طبعا بعض المواقع تقول إنه مزوج معالج نفس المعالج الموجود في السوني إكسبيريا Z2، لذلك استخدمنا برنامج اسمه CPU-Z. CPU-Z قاعد يعطينا إنه سناب دراجون 800 2.5 جيجا هرتز، وهذا هو رقم المعالج الموجود أمامكم. هذه معلومات أكثر عن المعالج الموجود هنا. زي ما انتم شايفين انه قاعد يعطينا انه قاعد يقولنا انه هو سناب دراجون 800، فما ادري الصراحة انه هذا شيء تأكدنا منه الان قدامكم وقدام يعني الناس اللي امام. طبعا الجهاز اللي يكون ايضا اضف على ذلك، عفوا برجع هنا، اضف على ذلك انه اللي هنا السعة المتوفرة للمستخدم هي 7 جيجا بايت. هذا السعة المتوفرة للمستخدم نفسه، السعة أقل من هذه نسخة 16 جيجا قاعد نتكلم. المتوفر هنا 32 و16، ما في نسخة 64، لكن في منفذ للذاكرة الخارجية ممكن ترفع السعة إلى أكبر من 64. على حسب كلام سامسونج الرسمي 64، لكن المواقع الثانية قاعد تقول إنه 128 جيجا بايت. فهذه نقطة حبينا نوضحها لكم. طيب الشغلة الثانية، نتائج الاختبارات اللي حققها الهاتف المحمول على عدد من الأجهزة. ممكن أنت تشوف الكوادرنت مثلا قاعد يختبر الجهاز على معالج سناب دراجون اللي هو 800. طبعا كوادرنت هو أحد البرامج اللي تقوم باختبار الهاتف المحمول لإبراز قوته من ناحية الإمكانيات التي يملكها بالداخل. طبعا الهاتف المحمول يعني قاعد يقدمنا أداء ممتاز من ناحية الاستخدام الواقعي، لذلك الأرقام دائما ما تبين أو ما تأكد لنا قوة الهاتف من ناحية الاستخدام الواقعي. في فرق كبير جدا ما بين هاتين النقطتين، فقاعد ننتظر لين يخلص شوي. لتذكير، الهاتف المحمول راح يكون متوفر بنسختين، كوالكوم 800 ومعالج إكسينوس اللي هو 8 أنوية. هذه النتائج اللي حققها عن طريق كوادرنت، 23,736 نقطة. طيب برنامج ثاني اللي هو أنتيتو، طبعا واحد من البرامج الأخرى اللي برضو تبين قوة الهاتف المحمول. أوكي، هذا المطاري أنتيتو هو أيضا من واحد البرامج الممتازة في تحقيق او اعطاء النتائج الفعليه لقوه الهاتف السامسونج جالكسي S5. طبعا زي ما انتم شايفين اعطانا 34,480 نقطه. هذه النقاط اللي حققها هاتف السامسونج جالكسي S5. اشياء اخرى، الكاميرا، واحد من الخصائص اللي قاعد او تكلموا عنها اللي هي خاصيه تسمى بال اللي هي التركيز او مساله التركيز، فراح اوريكم شيء هنا قاعد ياخذ سيلكتيف فوكس اللي هو ممكن تختار نقاط التركيز التلقائي. فهو ياخذ 8 صور في وقت واحد. قاعد خلينا نشوف ان شاء الله تضبط. راح يسوي بروسيسنج، بعد ما يسوي بروسيسنج لاحظ السرعه مقبوله، تروح للصوره. انت تلاحظ، تروح تعديل البرنامج. فهنا انت تلاحظ انه ركز على كلمه سامسونج. لو طلبنا انه نبغى يركز على الشيء الخلفي الموجود هنا، زي ما تلاحظ بين السبيد 5 هذه موجوده وخلى هذه شويه مشوشه. اعيد مره ثانيه، هنا موجود. هذه واحد من الخصائص اللي ركزت عليها سامسونج، اللي هي انه بامكانك تختار مساله التركيز. طبعا زي ما ذكرنا انه الهاتف يعتبر سرعه عاليه جدا في مساله نظام التركيز التلقائي. واحد من الاشياء اللي ايضا اكتشفنا فيها موجوده اللي هي واحد من الاشياء اللي ايضا موجوده هنا اللي هي السيفتي اسيستنس. السيفتي اسيستنس يعطيك قدره عاليه في المحافظه على البطاريه. مثلا توهقت
وانه مثلا لازم انه تبي مثلا انه يستهلك اقل مقدار من البطاريه. فالطريقه هنا انه راح يحول لك الشاشه ويطفي كل الخصائص الى الشاشه الى مثل حبر الالكتروني اللي هو الابيض والاسود. فانت راح تقول له اوكي سوي لي هذا الشيء، راح يقول لك انه راح الغي كل شيء وراح اطفي كل شيء. فيستغرق وقت بسيط جدا حتى يلغي كل الخصائص، يوقف كل الخدمات، وبعدين يحول الشاشه من LCD الى اشبه ما يكون بشاشه بتقنيه الحبر الالكتروني. وبالتالي انه زي ما انت شايف انه تحولت الى الشاشه بتقنيه الحبر الالكتروني. طبعا تقول لي خلاص اوكي الغي، تلاحظ انه شال رجع للشاشه الاساسيه العاديه. هذا فيما يخص بالنقاط اللي استعرضناها في السامسونج جالكسي 5 وما غطيناها في بدايه الفيديو الاول. نشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.